أهلا بكم في موجز جديد للأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد. يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا صحفيا طارئا في تمام الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020 و2021. وقالت وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إرسال بيانا رسميا يشمل كل التفاصيل لجميع وسائل الإعلام فور انتهاء فعاليات المؤتمر الذي سيعقده وزير التربية والتعليم اليوم. وإلى حالة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الطقس اليوم على مختلف محافظات الجمهورية، حيث يكون الطقس مائلاً للحرارة خلال ساعات النهار معتدلاً ليلاً. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم سوف يكون حاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلاً على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس اليوم ليلاً، يكون لطيفاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس اليوم هي نشاط الرياح على عدة مناطق مختلفة بالبلاد على الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد. ذكرت جامعة جون هوبكنز الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في العالم ارتفع إلى 181,388,210 حالات. وأفادت الجامعة حسبما ذكرت شبكة CNN الأمريكية اليوم الثلاثاء بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 3,928,804 حالة. وإلى أسعار الذهب، حيث استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء بعد زيادته أمس بصورة طفيفة لم تتجاوز الجنيه لدى محلات الصاغة. وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 668 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولاً في سوق الذهب نحو 779 جنيهاً، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى فئة نحو 890 جنيهاً، وأخيراً سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,232 جنيهاً. وإلى أخبار الفن، حيث كشف الفنان حسام حبيب عن تفاصيل هامة بخصوص التسجيل الصوتي المسرب المنسوب لوالده، قائلاً إن أقرب الناس لهم متورط في محاولة تشويه علاقته مع زوجته شيرين عبد الوهاب، والناس دي كان ليها مصالح إن شيرين تبقى منتهكة لمصالحهم الشخصية، مضيفاً أن الفنانة لها شركة تدير عملها ولا علاقة له بعملها، واستكمل أن هذا الشخص القريب جداً مش أول مرة يؤذيني، وآسف إني بقول عليه هذا الشخص رغم قربه مني، وحسبي الله ونعم الوكيل، وهذا ليس معناه ضعف، وإذا استمر هذا أنا قادر أجيب حقي بالقانون حتى لو كان قريب مني. والتسجيل صحيح ويحاول الافتراء وخراب البيوت، وللأسف جاب سيرة والدتي رغم إنه الشخص اللي مخلفني ومنفصلين، وكانت دائما تدعوني للسؤال عنه، وللأسف استدرج لمصالح شخصية هو طرف فيها. كان هذا موجزاً لأهم وآخر الأنباء حتى الساعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد الإخباري. شكراً لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.